لازم كل يوم يتقاس لهم الضغط، نتابع التنفس، نتابع ضربات القلب، مؤشر السكر في الجسم، لأن دي من العلامات الحيوية الهامة جدا لكبار السن. كمان كبار السن بينسوا نتيجة إن بيحصل شوية في الوظائف الإدراكية إن هي بتتعب، وعلى فكرة نقدر نحافظ على الوظائف الإدراكية دي لأكبر فترة ممكنة. هنشغل مخنا، المخ هيشتغل. أوكي. يعني إحنا لازم نسعى، مش معنى إن أنا قعدت في البيت وما بقتش أروح الشغل فمعنى كده إن أنا مثلا ما حاولش أعمل أي نشاط جديد يضيف لحياتي بشكل يومي، زي متابعة ممكن الأخبار، قراية الجرايد، حفظ القرآن، قراية الكتب. والحركة يا دكتور أعتقد كمان مهمة جدا، يعني حتى لو ينزلوا يمشوا إن شاء الله ربع ساعة بس. ده حقيقي، لأن دي اللي أنا بعانيها مع والدي، يعني ننزل نمشي بس هو ما بقاش قادر. المشي من الحاجات المفيدة لصحة القلب، بيقلل من ضغط الدم، كمان مفيد للدورة الدموية وبيدعم الجهاز المناعي. فالمشي عندي زي حضرتك ما بتقولي حتى لو ربع ساعة 3-4 مرات في الأسبوع. وعشان كمان ما نعانيش بعد كده من إن حاسس إن رجلي تقيلة، مش قادر أنزل، تعبان، فالحركة بركة. بتدخلنا في مشاكل تانية. ده حقيقي، الجسم لما يتحرك الجسم بيساعد نفسه. كمان لما أنا بتحرك بيبقاش عندي كشخص مسن عيب ان حد يجيب لي حاجه او انتظر ان حد يكون معايا عشان يناولني حاجه. انت ذكرتي نقطه مهمه جدا، حد معايا. خلينا نبقى متفقين ان معظم المسنين او كبار السن بيبقى لازم معاهم حد، يعني في حد مرافق ليهم بقى، ابن، اخ، يعني عشان يتابعهم، حد بيساعد. صحيح. النصائح اللي انت تقوليها بقى للشخص الجليس مع المسن، للشخص الجليس مع المسن، اول حاجه لازم يكون حريص لو في ادويه ان هي تتاخد في مواعيدها، يراقب العلامات الحيويه اللي ذكرتها اللي هي نبض القلب والتنفس ودرجه الحراره والضغط. لو في اي سلوك غريب او اي مظهر من مظاهر الارهاق او التعب او حدوث حتى اضطراب في النوم، لان انا عندي النوم من الحاجات الهامه جدا لكبار السن كمان، انه ياخد كفايته من النوم. لانه لما ما بينامش كويس بيكون متوتر، بيكون فيه عصبيه. فنصيحتي عشان كبار السن يناموا كويس يبقى كوبايه لبن محلبة عسل ابيض في نهايه اليوم، نبتعد ان احنا نتناول اي منبهات زي الشاي او القهوه بعد المغرب، بلاش الاكل التقيل بالليل، ممكن تكون كوبايه زبادي. دي الكارثه يا دكتور، الاكل بتاعت بالليل دي، سواء كبار صغيرين اطفال، اكل بالليل ده بيبقى كارثه كارثه كارثه. ده حقيقي يا فندم، وكمان بيتعب الجهاز الهضمي. صح. وبيعمل ارتجاع في المريء، وخصوصا لو اكل دسم واكل تقيل فبتبقى مشاكله تقيله. طبعا لو حصل اي اصابه للشخص المسن لازم يكون المرافق بتاعه يبلغ الطبيب فورا، يبقى حريص ان هو المسن ليه نظام غذائي معين، ما هوش هبقى عامله النهارده بانيه وهو فهو بالتالي ياكل من البانيه اللي انا عاملاه مثلا، او عامله مكرونه والصلصه فيها تقيله شويه، لا ده بيبقى مرهق للجهاز الهضمي بتاعه. ففي الحالة دي أنا ممكن أشوح البانيه، ممكن ما أضيفش صلصة كتير على المكرونة، أبقى حريصة أن طبق السلطة يبقى في نظام الغذائي، أبقى حريصة أن يتناول غذائه على مدار اليوم في صورة 5 وجبات مش 3 وجبات. أبقى مولياه بالأكل أول بأول، سواء الأكل أو شرب المية، لأن كبار السن بتضعف حاسة التذوق وحاسة الشم، فبالتالي الرغبة في تناول الأطعمة وشرب المية بتقل. وخصوصا زي ما انا قلت اللي عندهم امراض مزمنه زي اللي عندهم السكر دول، يعني ما ينفعش ان احنا نسيبهم فترات طويله من غير اكل. لازم يبقى في اكل وفي متابعه. صح. يعني الصبح يكون وجبه الفطار، لان طبعا السكر الصبح والضغط بيكون في اقل مستوياتهم، فعشان ما يحصلش هبوط بزياده في السكر او الضغط لازم تكون وجبه فطار، وتكون وجبه فطار صحيه، بلاش طبعا ياكلوا ايه مثلا، يعني تعالي نمسك كده اليوم يعني المسن يفطر ايه؟ عارفة حضرتك جبنة قريش بالطماطم بالفلفل الأخضر البارد كده، دي من الحاجات الكويسة جدا، وعليها معلقة زيت زيتون، لأن زيت الزيتون بشكل يومي سواء ضفناه على الجبنة القريش أو الفول أو السلطة من الحاجات اللي بتقلل من حدوث الإمساك. ممكن نستبدل طبق الجبنة القريش ده بطبق فول عليه شوية زيت زيتون وليمون، من الحاجات الصحية. العيش البلدي الجميل ابو رده المصري الجميل بتاعنا يكون رفيقنا في وجبه الفطار. على فكره الحاجات بتقوليه ده عشان مثلا الناس اللي بيبقوا مرافقين للمسنين بيبقوا مكسلين، يقول لك انا هعمل لنفسي واعمله. على فكره الاكل ده صحي جدا، يعني انا ممكن اكله، المسن ممكن حقيقي. ياكله، اللي بيعمل دايت ممكن ياكله، اكل صالح لجميع افراد الاسره. ممكن في يوم نقدم البيض المسلوق على وجبه الفطار، فنجان بليله باللبن من الحاجات الكويسه جدا، ويا ريت بقى كل الوجبات دي يكون معاها الخضره، يكون شويه جرجير كده مخصوص، شويه خس،
شويه بصل اخضر مع طبق الفول مفيش مانع. البصل الاخضر من الحاجات اللي بتدعم الجهاز المناعي ومضاد حيوي ومضاد اكسده ومضاد للالتهابات. يا ريت طبعا يبقى في كوبايه لبن مثلا الصبح. المسن محتاج 1200 ملي جرام من الكالسيوم يوميا، ده بيعادل 4 كوبايات لبن. يعني المفروض يشرب في اليوم كيلو لبن. مفيش حد يقدر يشرب كيلو لبن، ولكن انا بقول ده كتير قوي كيلو لبن ده. ده حقيقي، ولكن انا بقول ممكن كوبايه زبادي مع كوبايه لبن، ممكن اعمل كيكه او مهلبيه اضيف طيب ده الفطار اللبن. الغدا بقى عشان انا للاسف عشان احنا وقت الفقره بيخلص فعايزه الحق اليوم عايزين يخلص. ناخد وجبه بين الفطار والغدا، ممكن تكون بليله باللبن، ممكن تكون ثمره فاكهه، ممكن يكون شويه حته كيك مثلا، حته كيك، فواكه مجففه، تمر. قبل الفواكه المجففه دي واعملها زي الخشاف سهله التناول رمضان. وحلو. كل ما هو كان سهل التناول كل ما كان بسيط وسهل البلع كمان. ويا ريت كبار السن اثناء الاكل يشربوا الاكل ياخدوا ميه عشان اللعاب بيقل افرازه مع التقدم اثناء في الاكل حاجه تسهل البلع عشان ما يحسش ان الاكل بيألمه في حلقه وهو بياكل. فمهم الاكل كمان يبقى جوسي، في نسبه ميه، يبقى في صلصه. زي مثلا على الغدا هنعمل شويه باميه مثلا، ما تكونش تقيله ولكن ما تبقاش متسبكه، تبقى نايف الفرن. معاها شويه رز، معاها قطعه البروتين، ممكن كمان نقدم الاسماك وتكون مشويه، ممكن معاها خضار، معاها شويه رز، معاها سلطه الطحينه. وسلطه الطحينه والسمسم والحلاوه من الحاجات اللي غنيه جدا بالكالسيوم، الهام جدا لصحه المسن، لدعم صحه العظام ولدعم صحه الاسنان. ممكن نقدم له طبق كشري. الكشري من الحاجات الجميله المفيده اللي بتجمع بين الحبوب والبقول. طبق شوربه عدس ونفت فيه بالعيش البلدي المصري. يا دكتور جريتي ريقي وحياه ربنا، الدكتور جريتي ريقي. اكلات مصريه شهيه وقيمتها الغذائيه عاليه. ممكن نشوح له شريحتين كبده او لحمه فيليه او دجاج فيليه، ده برده بيكون من الحاجات الجميله والمفيده. ونهتم بشرب الميه، ونهتم بطبق السلطه، وناخد وجبه خفيفه ما بين الغداء والعشاء تكون عباره عن قطعه كيك ممكن مع كوبايه شاي. والمياه الغازيه ممنوعه. ممنوعه لان فيها نسبه سكر عالي، فيها كمان مواد بتؤثر على صحه العظام وبتطرد الكالسيوم من اجسامنا. العشاء يا ريت يكون كوبايه زبادي ومعاه مثلا حفنه مكسرات، بيكون جميل. المكسرات عندي غنيه بالاوميجا. مش معنى ان انا بقول مكسرات يعني فستق وكاجو وعين جمل. الفول السوداني عندي من الحاجات الجميله ومصدر للبروتين ومصدر لحامض الفوليك كمان. ثمره فاكهه قبل ما ننام، نبتعد تماما عن تناول المقليات والمشروبات الغازيه والمنبهات. نهتم بشرب الميه من 2 ل3 لتر يوميا، لان الميه بتنشط الدوره الدمويه، بترفع من كفاءه الحرق. ونصيحة أخيرة للسادة المشاهدين، كبير السن أهم من الأكل كمان الصحبة الحلوة، ويحس بالونس وأن الناس بتحبه ومتجمعين حواليه دايما. يعني أنا مبسوطة جدا بوجود حضرتك معنا، كبسولة فيها يعني المفيد كله زي ما بنقول. دكتور أنت نورتينا وشرفتينا. دكتور منال عز الدين الباحثة في معهد تكنولوجيا الأغذية، أهلا وسهلا نورتينا. بحضرتك وبالسادة المشاهدين. حبيبتي يا دكتور نورتينا. وأكيد للحوار بقى نتكلم بقى على الأطفال في الشتاء نغذيهم ازاي. اكيد عشان ندعم الجهاز المناعي. للاسف مناعه الاطفال بقت ضعيفه جدا في فصل الشتاء. نورتينا يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك. يعني اعتقد زي ما انا قلت كده كبسوله كانت فيها المفيد كله لكل المسنين، لان انا واحده من الناس ساعات ما بقاش عارفه اتعامل مع والدي او والدتي ازاي، بس اعتقد الفقره دي انا فادتني انا شخصيا. يا رب تكون كمان حضراتكم استفدتوا منها.